طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. Untuk pembaca selanjutnya insyaAllah akan dikumandangkan oleh Hadratul Syekh Muhammad Sa'id Tusi min Iraq. Ila sahibul fadilah arju min syafa'atikum falyatafaddal mashkuran iqra'il Qur'an ala al-mimbar. Sallu ala al-Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقول أهلكت مالا لبثا
أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم
أكبر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله أصحابه الأخيار. حياك الله يا شيخ. صيّا شنتكامو.